تعشقك دي كلمهم كلمهم زي ما انت عايز. لا والله يعني النادي جماهير النادي الاهلي يعني اشترتني من زمان قوي قبل ما انا اشتريها، يعني هي الناس دي شارياني من زمان قوي. الناس دي لما بتحب حد مش بتحبه عشان حاجه، يعني انا لو النادي لو الجمهور بيحبني عشان النادي الاهلي فانا مشيت من النادي الاهلي وبرضه الجمهور بيحبني. فالناس دي انا مهما اتكلم عنها دي فوق راسي وعمري ما هوفي بحقها، ودايما واقفه جنبي في الحلوه والمره وفي جوه النادي وبره النادي، وهفضل طول عمري اعتز بالحب دوت، وان شاء الله ربنا يقدرني على ان انا اصون الحب ده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ترجع النادي الاهلي تاني ربنا ان شاء الله يا رب باذن الله يا رب. حبيبي يا كابتن انبسطت جدا بالحلقه واتبسطت ان انا شفتك كمان، ربنا يخليك. انبسطت ان الجماهير يعني شافت حاجه بتحبها، وانا بحب اعمل لهم ان هم بيحبوه، كانوا طالبينك بالاسم، وان شاء الله تيجي هنا وانت في نادي الاهلي ونشوفك احسن حارس في الدنيا باذن الله. ربنا يخليك كابتن.